يعني هناك محادثات تجري بخصوص إعادة هيكلة ويعني سحب القوات القتالية والقوات المشاة والقوات غير المستشارة، بمعنى أن هناك ترشيق لعديد القوات الأمريكية والاقتصار على قوات دعم، يعني أقول لك للتدريب والتطوير والتسليح والتجهيز. العراق محتاج، يعني لا زال وسيبقى محتاج. ولكن هنا هذه النقطة يجب أن نتناقش بها أستاذ فاضل. يعني العراق مصر ضمن هذا الحوار الاستراتيجي مع واشنطن على ضمان سيادته واحترام سيادته بشكل كامل، ولكن ما مدى حاجته للولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة داعش وضمن الإطار الاستراتيجي؟ يعني أستاذ غسان، يعني حجم الحاجة هنا. نعم أستاذ غسان، أولا العراق غير محتاج إلى قوات مشاة برية وإلى قوات قتالية قطعا، أبدا غير محتاج. يحتاج فقط إلى تسليح وتطوير وتجهيز، ويحتاج إلى استخدام بعض القوة الجوية للضرب، قوة الجوية من التحالف، لأن هناك تقنية عالية فيما يتعلق بملاحقة ودك أوكار التنظيم، سيما في الكهوف والوديان والأراضي ذات الطيات الأرضية المعقدة. لذلك العراق يعني هناك تعاون مطرد ووثيق بين الأجهزة الاستخبارية العراقية، مديرية الاستخبارات العسكرية تجهز الجانب الصديق أو الجانب التحالف الدولي بمزيد من المعلومات لملاحقة أيضا جهاز المخابرات، إذا لا ننسى يجهزان التحالف الدولي بمزيد من المعلومات لمواصلة دك أوكار التنظيم وقياداته البارزة. لذلك ونحتاج إلى صيانة قاعدة بلد فيها مارتن لوكهيد، شركة إدام وصيانة، هي تقوم بصيانة طائرات F-16، نحتاج إلى صواريخ الهيلفاير، يعني قد تكون طائرات M-35 من أوروبا الشرقية، قد نحتاج طائرات أباتشي في المستقبل رغم أنها مكلفة. نحتاج إلى منظومة باتريوت إذا لم تسمح للجانب الأمريكي باستيراد العراق لمنظومة C-300 والC-400. لذلك العراق يتطلع إلى تطوير جهازه الراداري، إذن استشاري ودعم لوجستي ومعلوماتي مثل ذكرت حضرتك، ودعم جوي. نعم، هذا الذي هذا يضمن سيادته هنا. لا ممكن أن يعني يتحدث البعض عن ممكن خرق هذه السيادة في هذا المجال فقط. نعم، في هذا المجال. يعني نعم. أولا التواجد الأمريكي ينبغي أن يكون بخارطة جديدة، لأنه الجانب الحكومي عليه أن يراعي حالة الاحتقان الموجودة من بعض الكتل ومن بعض الأحزاب عن عدم طيب رغبتها. طيب أستاذ فاضل، يعني نتحدث عن تواجد الأمريكي الحالي في العراق، 2500 جندي أمريكي يتواجدون حاليا في العراق. لعل أبرز محاور الحوار الحالي هو تنظيم آلية الانسحاب. بحسب رأيك كيف سيتم الاتفاق على آلية الانسحاب الأمريكي؟ أعتقد أنه هذا الانسحاب، لو تتذكرين العام المنقضي هيبت، كانت هناك 7 معسكرات داخل بغداد تم تسليمها إلى جانب قيادة العمليات المشتركة، وتم تسليم أكثر من 4 قواعد هي الأخرى أيضا في خارج العراق. الآن لا تتواجد إلا قاعدة عراقية يتواجد فيها الجانب الأمريكي، وهي قاعدة عين الأسد التي هي ثاني أكبر قاعدة في العراق من بعد قاعدة بلد. لذلك عملية الانسحاب يجب أن تكون منظمة وغير مفاجئة وذات ترتيبات مسبقة. علينا أن ننظر بعيون واعية وبأذان صاغية وبعبرة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما جرى لطالبان، وهذا السيناريو المقرف والمؤلم والمزعج الذي طال أفغانستان. ولكن البنتاغون ذكر سيد فضل أنه يعني التجربة العراقية تختلف تماما عن أفغانستان. أنا أعي ذلك، لكن أنا لست مع الانسحاب المفاجئ، أنا مع الانسحاب الذي يخضع لرغبات عراقية، لترتيب عراقي. الجانب العراقي هو ممكن يتم نهاية العام أم يستمر أكثر؟ أعتقد ممكن يكون ترشيق تدريجي. أنا مع الترشيق التدريجي، وأنا مع انسحاب الجانب الأمريكي.